أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجنا واحد مريم، اللي من خلاله هنعيش في أجواء مختلفة. هنعيش الأجواء السوية والبدوية والليبية، اللي من خلالها هنتعرف على حاجات لأول مرة بتعرض من خلالنا. هنخوض مع بعض تجارب جديدة، هنتعلم وهنستمتع، وهنغوص لأول مرة في أجواء التراثية للقاهرة. حلقتنا الأولى هنتعرف فيها على تفاصيل أكتر عن واحة مريم، اللي بتقع على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الإنتاج الإعلامي، وبتعتبر موقعها مركز بيتوسط ما بين مدينة المهندسين ومدينة الشيخ زايد وستة أكتوبر. هنعرف تفاصيل أكتر عن واحة مريم مع المهندس علي خطاب، صاحب فكرة واحة مريم. باش مهندس، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. احكي لنا ازاي بدأت الفكرة، وايه اللي بيميز واحة مريم عن غيرها من القرى السياحية يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الملك لله وحده، العبد لله، بمتلك واحة مريم. هي الاول انا عايز ادي بس فكرة تفصيلية عن المشروع. هي واحة مريم هو عبارة عن منتجع سياحي، ان شاء الله بنأمل ان في يوم من الايام يبقى من اكبر المنتجعات السياحية الموجودة في مصر. هو في منطقة ابو رواش، وابو رواش فيها ميزه بجانب ان هي منطقه سياحيه، هي منطقه تتوسط ما بين المهندسين وما بين 6 اكتوبر والشيخ زايد وما بين الهرم مفيصل. فاحنا اخترنا لوكيشن يتناسب مع الكونسيبت بتاع المشروع بتاعنا. المشروع بتاعنا عباره عن منتجع سيوي بدوي في قلب العاصمه وفي قلب القاهره وفي قلب الجيزه، بحيث ان انت الاجواء البدويه السيويه اللي انت تسافر ليها مئات الكيلوات، انت بتلاقيها موجودة في القاهرة، وبتلاقي ان انت تقدر ان انت تستمتع بيها وبكل اريحية وكل سهولة. واحة مريم الكونسبت بتاعتها مبنية ان هو المشروع مكون من عدة مكونات. المشروع عبارة عن منطقة اكلات بدوية، منطقة خيام بدوي، منطقة خاصة بالمطاعم والأكلات البدوية منفصلة عن منطقة مودرن خاصة برضو بالأكلات المودرن وبالحفلات وبالإيفنتات. عندنا منطقة تجاري، عندنا كهف ملح. إذن فهي مش خاصة فقط يعني هي بيغلب عليها الطبق البدوي والسيوي، ولكن إلى جانب عشان إذا كان في أذواق تانية لبعض الأشخاص. هو مشروع متكامل. يبقى حضرتك إيه عندك جميع الاختيارات موجودة في نفس المكان. بالظبط. أحب أرحب بزميلتي الأستاذة رنا الجميل اللي بتشاركنا البرنامج. ورنا بقى تقدم السؤال التاني. هنسأل الباشمهندس علي في ايه يا رنا؟ اتكلمنا عن مراحل تنفيذ مشروعك، وخد وقت قد ايه، وايه الصعوبات اللي واجهتها؟ والله هو المشروع انا مش بعتبره مشروع على قد ما انا بعتبره حلم. هو حلم انا حلمت بيه، ان انت يبقى عندك كونسبت تقدر ان انت تنفذها على ارض الواقع، تقدر من خلالها تنفذ بيها طموحات واحلام كبراند انت بتاسسه يتوارثه الاجيال من بعدك، وان الكونسبت نفسها مبنيه على طموح البدوي، بحيث ان انت انا عامه يعني انا عايز اتكلم باريحيه اكتر. عامه بحب الطبيعه البدويه، بحب طبيعه سيوه، من سنين كتير بسافر سيوه، متاثر بامور معينه كتير في سيوه، بطبيعه النخل، بطبيعه الجبل، بطبيعه الاكلات البدويه نفسها. فقلت احنا ليه ما ننفذش ده في القاهره؟ فقعدت ادور وقعدت ابحث لغايه ما لقيت لوكيشن يتناسب مع دوت، لان اللوكيشن عندنا بيمتاز بطبيعه هي نفس الطبيعه البدويه السيويه. اللوكيشن عندنا احنا عندنا عدد كبير جدا من النخل، عندنا احنا في قلب جبل ابو رواش، فطبيعه تتناسب مع الطبيعه اللي حلمنا بيها. المساحه بتاعت الموقع عندنا ادتنا الفرصه وادتنا الاريحيه ان احنا ننفذ بنود كتير في المشروع بتاعنا، وان احنا ننفذ كل الخطوات اللي رسمناها. كوني ان انا مهندس معماري ومتخصص وبروفيشنال في اللاندسكيب، فده برضو ادالي نوع من انواع التخصص، ان اي حاجه انت تقدر تصممها تقدر تنفذها بامر الله. فمن اول اختيار اللوكيشن ثم تنفيذ المشروع بخطواته كلها. حضرتك ذكرت النقطة مهمة جدا، ان حضرتك اساس تخصصك مهندس معماري. بس مع معلوماتي ان حضرتك
بتسعى لنشاط اكبر من كده. واحد مريم بالنسبه لك مش مجرد واحه لاستقبال الزوار والاكلات ويوي. لا لا خالص، انت بتاخد خالص. واحد مريم على حد معلوماتي ان هي منبر تقدر من خلاله ان انت تقدم خدمه للمجتمع من خلال اكتشاف المواهب الجديده، من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصه بالتعليم والتوظيف وما الى ذلك. انت حضرتك كده الى جانب الجزء الترفيهي حضرتك بتقوم بدور خطير جدا. يعني احنا بنتكلم في دور، يا ريت كل شباب رجال الاعمال ياخدوا حضرتك نموذج لهذا السلوك او لهذا التصرف. الحمد لله ان حضرتك عايزينك تشرح لنا. الحمد لله. انا عمري 38 سنه الحمد لله. اخر 10 سنوات كانوا فيصليين في حياتي. متخرج من بكالوريوس هندسه. انا عارف ان حضرتك كمان صاحب مجموعه مدارس وحضانات. فعلا فعلا. انا عضو مجلس اداره كمان في نادي الترسانة الرياضي، عضو مجلس امناء في مدارس قوميات العجوزه، صاحب مدارس خطاب، صاحب او شريك في عده مشاريع تعليميه خاصه بالاكاديميات الانترناشونال في مصر، الاكاديميات التعليميه. شريك في عده شركات مقاولات. ايه اللي حضرتك عايز توصله من خلال منبر واحد مريم؟ عايزك تشرح كده للناس. واحد مريم واحد مريم يعني هي لا تتلخص في كونها مطعم او كافيه. هو موضوع اكبر من كده شويه. هو موضوع ان احنا بنعمل واحه، عشان كده احنا كمان سمينا اختيارها باسم الواحه ومريم دي بنوتي الصنطوطه، فهي واحه مريم. هي واحه لان هي تبقى قابله لكل الايفنتات وكل الحفلات وقابله لكل ما هو يقدم خدمه للمجتمع، من حيث سواء ايفنتات رياضيه، من سواء ايفنتات اقتصاديه، او سواء ايفنتات خاصه بشركات الدعايه او حفلات. واكتشاف المواهب اعرف برضو حضرتك. طبعا. يعني احنا نقدر من المنبر الاعلامي دلوقتي احنا نوجه رساله للناس، اي حد شايف بعد اذن طبعا حضرتك يا باشمهندس، اي حد طبعا شايف عنده موهبه معينه عايز ان هو يعني يبرزها او يقدمها يتفضل في واحد يتفضل مريم. طبعا وينورنا وشرفنا. واي حد في مصر تمام كلها عنده استعداد ان هو يبقى شير معانا في ايفنت او شير معانا في حفله، اهلا وسهلا بيه وبنرحب بيه في واحد مريم. تمام. طب ايه اللي مخليك عاشق لواحد سيوة بالظبط؟ ايه اللي خلاك تحب سيوة؟ سيوة انا سيوة بالنسبه لي خيال. سيوة بالنسبة لي من أول طبيعة لغاية أهلها وناسها طيبين، أصدقائنا كتير هناك في سيوة. بصراحة يعني اللي عرفني واحد سيوة صديق ليا هو محامي كبير في مرسى مطروح، وهو تقريبا ثلاث أرباع سيوة موكلين عنده يعني. فهو عرفنا بواحد سيوة من عدة سنوات، فإحنا ابتدينا نروح سيوة كتير، ابتدينا بلينا استثمارات في سيوة، ابتدينا ان احنا نعمل سبوت على سيوة، لان سيوة بلد خير بجد والله. يعني انا فعلا انا يعني بنصح كل الناس في مصر ان هي لازم تسافر سيوة. سيوة حاجة محترمة جدا، فيها خيارات كتير، سواء انت عايز تستمتع او سواء انت عايز تقضي وقت كويس او سواء انت عايز ليك تجارة معينة تقدر هناك. في منتجات كتير جدا في سيوة تقدر ان انت تتاجر فيها، وهي تقريبا بربع تمنها في القاهرة وفي باقي المحافظات. طب انت شايف واحد مريم فين بعد وقت؟ بصي الحمد لله بفضل الله الانسان لازم يبقى عنده طموح كبير، وانت كل ما بتحط هدف وبتوصل له بتحط هدف اكبر عشان توصل له، ده بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قبل اي شيء. واحد مريم انا شايفها وشايف ان ربنا يعمل لنا الخير يا رب، مستقبلها مش ليا لوحدي، مستقبلها لكل من ساهم في المشروع وكل من شارك في هذا العمل، من اول التصميم والتنفيذ وحاليا التشغيل. اهلا وسهلا بكل من شارك في واحد مريم اللي يبقى معانا في المستقبل. واحد مريم بتمنى ان هي تبقى في خلال سنوات تبقى عده فروع في محافظات مصر بنفس الفكر وبنفس الكونسبت وبنفس الطبيعه، واحنا دايما هنبتدي ان احنا ندور على الطبيعه اللي تتواكب معانا في نفس الفكر بتاعنا، هو الفكر البدوي السيوي. وهدفي الرئيسي ان في خلال سنوات من دلوقتي يبقى في الاف البيوت المصريه مفتوحه من واحد مريم. طيب بس قبل ما نختم حلقتنا في موضوع مهم كنا عايزين نتطرق ليه. احنا عرفنا ان حضرتك بترتب رحله في الفتره الجايه لدوله الامارات. تمام.
عايزين نعرف والله يا دولة الامارات. احنا عرفنا ان حضرتك مسافر ان شاء الله الشغل، فايه وجه الاستفاده اللي هتعود دولة الامارات بالنسبه لي على بيزنس حضرتك؟ دولة الامارات بالنسبه لي هي مش حاجه غريبه عني. دولة الامارات انا بقالي كذا سنه بسافر دولة الامارات، لاني اوريدي عندي اقامه في دولة الامارات، وشارك في شركه مقاولات في دولة ابو ظبي في الامارات. ف اخر عده سنوات احنا كنا بنشوف دايما ان احنا نعمل جذب للكيانات الكبيره، سواء الانترناشونال اللي شغالين داخل دولة الامارات او سواء الكيانات الاماراتيه، ان احنا نعمل لهم جذب لمصر، وان احنا نوفق كيانات داخل دولتنا بكيانات الانترناشونال، ونعمل توليفه للبيزنس وتوليفه في عده مجالات، ومنها الاستثمار التعليمي، ومنها الاستثمار الرياضي، ومنها الاستثمار السياحي، سواء عن طريق شركات اوريدي نمتلكها. يعني انا رئيس مجلس اداره شركه الخطاب جروب، يعني ايه نمتلك واحد مريم؟ طب يعني بمعنى ادق، يعني هو حضرتك ايه اللي هيستفيد بيه واحد مريم من الاستثمارات الاماراتيه؟ واحد مريم في يوم من الايام ان شاء الله في خلال شهور من دلوقتي هيبقى فيها عده شاليهات بيبسين، ودي هيبقى باستثمار مصري اماراتي. واحد مريم ان شاء الله باذن الله في خلال ايام قليله هيبقى فيها من اكبر اكاديميات الخير العربي في مصر. واحد مريم هيبقى فيها ان شاء الله باذن الله اكبر براند كوره، مش هقدر ان انا اعلن عنه دلوقتي، لانه لسه هنبتدي في تنفيذه. انا مسافر في خلال يومين ان شاء الله باذن الله، باذن الله ان شاء الله. يعني احنا النهارده الثلاث، انا مسافر يوم الخميس ان شاء الله باذن الله، بقى في ابو ظبي ان شاء الله. وفي عده استثمارات قويه ان شاء الله هنمديها كمان في خلال الايام اللي جايه، مش في حاجات نقدر نعلن عنها، وفي حاجات ان شاء الله انتوا تعلنوا عنها في خلال الحلقات الجايه ان شاء الله. طب هل مثلا في براندات مثلا في دوله الامارات هيبقى ليها في براند كوره؟ في براند كوره خليكم تعلنوا عنه الحلقه الجايه ان شاء الله، لان احنا نعمله ستارت قريب. تمام. في براندات تجاريه برضو خلال الحلقات بتاعتكم. انا طبعا دلوقتي انا معاكم هنا كضيف في الحلقه الاولى، لكن بعد كده مش هبقى معاكم، انتوا هتكملوا الموضوع. فالبراندات دي تعلنوا عنها في الوقت المناسب، كل حاجه خليها في وقتها. اصل احنا عندنا موضوع كده، احنا ما بنعرفش نقول هنعمل، احنا بنعرف نقول نعمل ونقول عملنا، فما بنعرفش نقول هنعمل كذا. تمام. في نهايه حلقتنا اليوم بنشكر حضرتك على وجودك معنا. وانتظرونا كل يوم ثلاث الساعة 5 مساء. طب ايه اهم المعوقات اللي واجهتك في مشروعك؟ والله ما فيش اي حاجة في الدنيا بتتعمل في يوم وليلة، انا عارف ده كويس. و خدت وقت قد ايه اصلا؟ انا خدت وقت في بالنسبة للتفكير، ولا بالنسبة للتصميم، ولا بالنسبة للتنفيذ؟ بالنسبة لكله. بصي، هو بالنسبه للتفكير انا ما خدش وقت كبير في التفكير، لان هي الفكره اصلا متواجده في ذهني من عده سنوات لزيارات السيو. بالنسبه للتصميم انا تقريبا قعدت حوالي شهر في التصميمات بالكامل، لان التصميمات كلها بالكامل بفضل الله من تصميم شخصي ليا الحمد لله. بالنسبه للتنفيذ انا قعدت 4 شهور في التنفيذ بس. لسه احنا المشروع بتاع الواحه هو عباره عن عده خطوات. احنا نفذنا دلوقتي ستيب 1، لسه في ستيب 2 اللي هي تتمثل في كهف الملح وفي الشاليهات الفندقيه والبسين والاكاديميه الرياضيه. ستيب 1 اللي نفذناها على ارض الواقع اللي اوريدي عملنا لها افتتاح يوم 14 فبراير اللي فات في يوم عيد الحب، هي عباره عن منطقه الاكلات البدوي بالخيم المندي بالمطعم بالمنطقه المودرن بستيج الحفلات بالمنطقه التجاريه بالمباني الاداريه. طيب انا ليا تعقيب بس عشان قبل ما ننسى، هقول لحضرتك مصطلح ومن غير سؤال، بس عايزه حضرتك تشرح لي كل ما يحتوي هذا ايه المصطلح. السياحه الروحانيه وعلاقتها بواحد مريم. الموضوع بصي، هو الموضوع دوت حساس شويه، الكلام فيه لازم يبقى احنا ما بنتكلمش على الدجل والشعوذه. لا احنا طبعا أنا احنا كده عشان السادة المشاهدين بس يبقوا فاهمين معانا، احنا بنتكلم عن كهف الملح. كهف الملح، عن كهف الملح. ايه هو كهف الملح؟ لان في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه كهف الملح. كهف الملح هو موجود في سيوة نموذج منه، موجود في مطروح نموذج منه، وموجود نموذجين في القاهرة في أماكن مختلفة، والنموذج بتاعنا يبقى هو النموذج الثالث في القاهرة.
الكونسيبت بتاع كهف الملح هو ده اكتر حاجه عملت لنا اعاقه شويه في تنفيذ المشروع، لان كل الماتيريالز وكل الخامات اللي استخدمناها في كهف الملح اللي ان شاء الله يتم افتتاحه 15/9 ان شاء الله، هي كلها جايبينها من سيوه وجايبينها نقلينها من جبل الملح في سيوه، وكان لازم ننقل الماتيريال الحقيقي، لان هو ده الماتيريال اللي بيشتغل على الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه لجسم الانسان، وهو فعلا حاجه احنا مجربينها، واظن ان في مصريين كتير جدا جدا جربوها، ان الملح اصلا بيمحي الطاقه السلبيه بالظبط، يعني كملح وبيمتص الطاقه السلبيه من الجسم وبيديك طاقه ايجابيه قويه للجسم. لا انا بس في نقطه عايزه يعني تبقى واضحه لي عشان اقدر تبقى واضحه برضو للساده المشاهدين. هو كهف الملح معنى ايه؟ هل هو مثلا في زي مياه كبريت، زي المياه الكبريتيه كده بينزل فيه مثلا الشخص ولا؟ لا 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 يا فندم، هو عباره عن مبنى. تمام. المبنى كله معمول كله بالكامل، الارضيات وحوائط والاسقف بالملح، ايه تلته تحت الارض تلتينه فوق الارض، منقسم لقسمين. تمام. قسم خاص للرجال وقسم خاص للنساء. هو كده كده اصلا انت لما بتنزل في كهف الملح انت بتدفن الاطراف فقط لا غير، سواء الاطراف الايد او اطراف الرجل، وان شاء الله احنا هنعمل صور. انا اعرف ان حضرتك كمان بتعمل منتجات من الاباجورات والفازات من هي حضرتك عارف ان ده براند كبير جدا في الخارج. تمام. منتجات. تمام. الملح. تمام. انت كده حضرتك كده دخلتينا في حته كهف الملح، ان احنا كده نحكي كل تفاصيل، احنا عايزين نعمل له حلقه كامله متكامله عن كهف الملح في برنامج واحد مريم، ان انت تعملوا كهف الملح بمنتجاته بمشتقاته باستخدامه بالطاقه الروحانيه بتاعته. الطاقه الروحانيه هو يعني ايه طاقه روحانيه؟ يعني انت اصلا تبقى مرتاح، يعني انت تبقى مرتاح نفسيا، يعني يبقى انت من جواك عندك باور او من جواك عندك عزيمه، ان انت ما بقاش عندك احباط من اي شيء، هي دي الطاقه الروحانيه. الروحانيات عامه خاصه جدا 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 وليها لينك مباشر وقوي جدا بالنفسيه وبالاتموسفير اللي حواليك. انا كمان كمهندس معماري ودارسين يعني ايه اتموسفير، يعني ايه تظبط المناخ العام. انت ممكن تخش مبنى تقول انا روحي فيه مقبوضه. انا شايفه حضرتك يعني مهتم بكل تفصيله بالظبط في واحد مريم، بحيث ان هي تبقى نسخه طبق الاصل فعلا من واحد سيوه. وهي دي كانت الفكره الاساسيه، ان احنا ننقل جزء من سيوه ننقله قلب القاهره. واحد مريم هي واحه لقلبك، واحه بتلمس قلبك. وانا اصدقاء كتير جدا جدا لينا وناس كتير سواء اصدقاء او غير اصدقاء جم واحد مريم، اكتر حاجه بتعجبني في واحد مريم اللي بيجي واحد مريم مره بيجيها تاني مره. انا بس كتير. عايزه حضرتك توضح نقطه، طب الفكره الواحه البدويه هي موجوده. تمام. يعني موجود عده مشروعات من زمان في. تمام. فكره الواحه البدويه. ايه اللي بيميز واحه سيوه كواحه واحه مريم كواحه بدويه عن ما يماثلها من المشروعات؟ كلمه واحه او يعني ايه اللي هروح. أيوة. يعني انا كلمه واحه مثلا واحد فلان واحد فلان هي بتبقى خاصه بالاكلات، ممكن يبقى مثلا اقصى حاجه عاملها ان هو عامل كيدز اريا جنب الاكلات، لكن واحه مريم مختلفه عندها. واحه مريم احنا بننقل قطعه من قلب سيوه بننقلها لقلب القاهره، بالنخل بالجبل بالتربه بكهف الملح بكل ما يميز سيوه. انت عشان تسافر سيوه بتسافر حوالي 750 كيلو، بتاخدها مثلا في 11 12 ساعه. بتروح مرهق، بتقعد يومين عشان تريح عشان تستمتع بسيوه. لما انا هنقل لك جزء من سيوه يتمثل في الخيم المندي او في الاكلات البدوي واكلات المندي، مثلا اللحم المدفون، المكرونه المبكبكه، المشويات المندي، اكلات معينه، عصاير كمان يعني معينه. يعني حضرتك عايز تقول ان الواحات الاخرى هي اساسا شغلها على الاكل البدوي، لكن احنا بالزبط. بنتكلم في منظومه اوسع من كده. منظومه اوسع من ان انت بتعمل مطعم. انا لو انا بعمل مطعم او بعمل واحه كان ممكن انا اختار اي لوكيشن تاني، او ان انا اختار اي مكان تاني، كان ممكن اخش جوه الكتل السكنيه والاماكن ذات الطبيعه والكثافه السكانيه العاليه جدا، بحيث ان انا ابقى ضامن بنسبة كبيرة نجاح الفلو على الأكلات، إن يبقى فيه إقبال رهيب. لكن أنا الموضوع بتاعنا مش موضوع أكلات بس، إحنا الواحة تمتاز بالأكلات البدوية وبتمتاز بالكهف الملح وبتمتاز بأمور تانية كتير جدا 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 هننقلها الأيام اللي جاية من قلب سيوة إلى قلب القاهرة. عندنا إحنا كمان منطقة تجارية،
المنطقة التجارية دي هنعمل فيها بازار لبيع منتجات كهف الملح اللي حضرتك كنت بتسألي فيه من شوية. بالظبط. وهي أصلا في صفحات كتير جدا بتبيع القصة دي، بس هي طلعت أرباحها صفحات يعني سهل جدا إن أنا أعمل صفحة وأروح أجيب منتج، بس أنا بقول لحضرتك إن اللي بيدي لك المنتج ده هو بيبقى رابع إيد أو خامس إيد بيستلم المنتج بعد كده يديهولك. إحنا هنبيع داخل قلب واحد مريم المنتج دوت بنص ثمنه بالظبط على اي صفحه بتبيعه في مصر. احنا هننتقل مع الاستاذه رنا بقى عشان تكلمنا على حكايه نص الثمن دي، عايزين نتكلم في قصه الاسعار دي شويه. اسعار واحد مريم ايه؟ بالنسبه للمنيو ولا بالنسبه للايفنتات ولا بالنسبه للافراح ولا بالنسبه لل خلينا في الاول في المنيوهات. المنيوهات بتاعتنا احنا اقل من المتوسط، يعني متوسط سعر الفرد عندنا ان هو ممكن باقل من 100 جنيه ياكل ويشرب ويشيش ويعمل كل حاجه فرد. فالموضوع عندنا لو انت اسره، احنا كمان بنعمل ديسكاونت جامد جدا، بنعمل عضويات للواحه، وفي عندنا عضويات هنعملها كارنيه عضويه للواحه لمده سنه بتاخد 10% لمده سنه تخفيض على كل خدمه انت عايزها في الواحه، حتى لو انت عايز تعمل فرح، لو انت عايز تعمل ايفنت، لو انت عايز تعمل عيد ميلاد، لو انت عايز تعمل اي حاجه في الواحه هتاخد 10% تخفيض. وعضويه الواحه السنويه باجر رمزي بتنزل على البيج بتاعتنا، احنا عندنا بيج باسم واحد مريم، يعني ارجو كمان من كل المشاهدين انهم يعملوا لنا لايك ويخشوا يتفرجوا، ولو في اي اقتراحات او في اي امور معينه هم حابين يشوفوها في واحد مريم احنا بنرحب بده جدا. والحمد لله احنا مستمعين جيدين للاراء اصدقائنا واصحابنا واخواتنا، لان احنا بنعتبر ان الشعب المصري كله نسيج واحد وكلنا اخوات. واكتر حاجه بتميز واحد مريم اسمها كمريم، لان اسم مريم بنوتة حضرتك بقى اسم كمان مريم بيجمع ما بين المسلمين والاقباط، كلنا بنعز مريم، ويعني من اغلى الحاجات عندنا في دنيتنا كلها هي مريم، اسم غالي علينا. طب هو سؤال اخير بقى قبل ما نختم حلقتنا، في وسط مشروعاتك الكتير تعتبر واحد مريم مكانها فين في المشروع دي؟ انت تعتبر نمره كام في اهتماماتك؟ انت طبعا مهتم بكل مشروعاتك، لكن على عايزين نعرف يعني هل هي بتمثل حاجه خاصه جدا؟ سؤال محرج جدا، لان كل المشروعات اللي عندنا شيرنج مع رجال اعمال كبار داخل الدوله وخارج الدوله، بس بيبقى في حاجه كده. كلهم عارفين ان واحد مريم عشان هي كانت حلم بالنسبه لي، ان هي حاجه قريبه جدا جدا الى قلبي، وعشان كده كمان انا مسميها باسم بنوتي الصغيره، اصغر بنوته دي اخر العنقود، دي غاليه جدا عليا. اتمنى ان نكون عند حسن ظن كل الناس، واتمنى